يا خالي الحمد لله ان الباب مفتوح يبقى جوه. ايه ده يا ساتر يا رب. والوفاه تمت امتى يا صلاح؟ الوفاه تمت الليله يا فندم حوالي الساعه 8. وواضح ان في مشاجره حصلت بين الجاني والمجني عليه هنا في الاوضه بتاعته. وكان نتيجه المشاجره دي ان الجاني طعن المجني عليه 3 طعنات في صدره. طب تعالى. دي بوسينه بنت اخت المجني عليه. انت اللي اكتشفت الجثه يا بوسينه؟ ايوه سعاده البيه. كنت فين لما الجريمه دي حصلت؟ خرجت عشان اروح المستشفى يا سعاده البيه اخلع ضرسي. ولما رجعت لقيت اللي حصل. وايه البيانول المكسره دي؟ اكيد يا سعاده البيه هي دي السبب في اللي جرى لخالي. البيانول هي السبب ازاي يعني؟ ايوه يا سعاده البيه، اصل خالي الله يرحمه كان عاملها حصاله وشايل فيها فلوسنا، فلوس اللي جمعناها بتشقى وتعب السنين يا سعاده البيه. يعني القاتل كان عارف ان البيانولا فيها فلوس عشان كده قتل وكسر البيانولا وسرق اللي فيها. 50,000 جنيه بالتمام والكمال يا سعاده البيه. 50,000 جنيه؟ ايوه جمعناهم من شقه وتعب السنين يا سعاده البيه. من صغري واي قرش كنا نكسبه كان خليه يجمده ويحطه فيها. كان عامل لها درج بكالون في ظهرها ومفتاحه كان شايله بالسدرين من جوه. كانش بيشيله منه ابدا يا سعاده البيه. فعلا يا فندم احنا لقينا المفتاح مشبوك في السدرين من جوه. ده الدرج؟ يا فندم رفعت البصمات؟ رفعنا البصمات يا فندم ما تخافش. واضح يا فندم ان الحرامي كسر البيانولا وطلع الدرج من غير ما يستعمل المفتاح، بدل ان اللسان بره اهو. ده معناه ان الجاني ما كانش يعرف المفتاح فين. فعلا يا فندم مظبوط. ولقينا المفتاحين دول كمان يا فندم. مفتاح ايه دول يا ابو سيد؟ واحد منهم مفتاح قفل الاوضه والتاني مفتاح الباب بساعة البيت. طيب روح انت صلاح كامل لو تريك عليه. امرك يا باشا. عادي يا شاطر عادي. يا حبيبي يا خالي حبيبي يا خالي راحت وراحت معاك تحوشت العمر يا خالي. اقعدي يا شاطر اقعدي. انتي مالكيش قرايب يا ابو سينا؟ لا يا سعاده البي انا يتيمه من صغري. وعيت على الدنيا لقيت خالي هو اللي رباني الله يرحمه ومعانا كمان سيد. سيد مين؟ سيد الحور سعاده البي. شغال معانا من سنين وساكن معانا هنا على السطوح. انتوا بتشتغلوا ايه بالظبط يا ابو سينا؟ اقول لك يا سعاده البي. يا كريم يا رب. بس يا عم الأرض فرجت من واسع ومعانا فلوس قد كده. ماشي يا هلا محشي المال لاصحابه هلا كله فضل ونعمه من ربنا. خالي نعمينا بسبوسه جميل. مش كنت تعتقنا يا خالي من تعيين كل يوم ده وتعشينا عشوه كده نظيفه خفيفه حلوه نرم بيها بدلنا. يا بنت يا بنت تعالى امال هو في احسن من شويه الفول وقراص الطعميه اللي معاكي دي؟ ايوه بس مش كل يوم من ده بقى. هادي افهم مال الفول ده مسمار المعده وبيسند البطن والطعميه يا سيد يا ابن حبيب بقى دي نزاهه ومنجاه. يا عم امين المعده اشتاكت. شاكت؟ حلو هلا قالوا لك المعده اشتاكت. أيوة. المعده لها لسان على الشيخ هلا. مالهاش بس صاحب المعده بقى هو اللي اشتكى. ايوه عشان طفس ودنيا ما عندوش حمد ولا شكرانيه لربنا. امشي يا اخويا نجرها لنا فحدين بصل هلا عشان ناكل عشان احنا جعانين. ماشي امسكي يا اختي. يا اخي انا يلا على بقى كل يوم يا بنت اسكتي ما تعمليش زيي. طب هو طفش ودني هنعمل زيه. خلي بالك من 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 خلي بالك. تعالي سنيني بقى معاك لكي ما استكت. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا صلاة النبي يا صلاة النبي الله يخليك. يلا شش بس يا بنت ما يحسب مال لاصحاب مال. حاضر. الله انت سيدك كتير كده. ايه يا عزيزي شش وطي صوتك مال. حلاوه حلاوه ورقة 100 جنيه دي بقى غلة الأسبوع ده نحطها هنا. أكيد يا خالي ما بقول دلوقتي شوية وشويات يجي 50,000 جنيه كده صح؟
وطي صوتك ما تزعقيش وتقولي المبلغ ده بالصوت العالي ده. الله، الجنيه اللي حطيتها دي بقوا من المبلغ اللي انت قلت عليه ده. مش عاوز منك حاجه. اوعى تجيبي شيله للواد سيد بان المبلغ ده كله موجود هنا. ليه هو انا جننت يا خالي؟ بس النبي خالي ابص عليهم بصه تاني. الشباب تبص عليهم ليه؟ ما هم بتوعك هم ليا وانا عاملهم عشان مين؟ ده جهازك وشوارك ومستقبلنا. يلا معايا. طيب. ايدك معايا يلا. شيل. راح 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 على النعمه. بس 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 خلاص بقى. يلا حضرت الاكل على ما انا غير الهدوم. يلا. فحل البصل اهو. فحل البصل والله ما فحل غيرك انت. هنا يا سيد هات الشلطه الوراق دي. 50 قرش. هايو 50 قرش مصروفك بتاع النهارده. ايه في ايه؟ بس انا كنت عايز. هتقول لي عايز وعايز وعايز. هتقول عايز فلوس اديها لك تروح تصرف على هم بطنك ومبقاش حيلتك ولا مليم. يا عم امين ده انا ليا عندك يجي اكتر. ليك عندي مليون جنيه موجودين محفوظين شالهم لك لمستقبلك. يا عم امين ده انا الهدمه اللي عليا راحت. اغسلها. ده بت رقعها اهو عندك بوزبوس واسمها بنت اختي. شوف البنطلون اللي لابساه على قد حالك ولابسه جزمه كوش. ما هي قالي كمان اشتكت وقالت من الهوا دوبنا. يا بنت ماله؟ اللبس ده بيحنن قلب الناس علينا وخليهم يعطفوا علينا ويرشوا ويرخ علينا بالالمونيا. يا مطر رخي رخي. على قرع بنت اختي. ليه هو انا قرع يا خفيف؟ ما تزعليش هو القرع هو جدوده. يلا يلا كل يلا. فول حلو طلع بشكله يبهج. ها؟ خالي. نعم يا خالي. نعم عايزه اروح الحكيم يا خالي. ليك فضل الشر ده بينقح عليا قوي. وماله بعد ما تاكلي روح المستوصف اللي جنبنا الكسكره بتاعته رخيصه بشيلن بس وبيده ده مجانا كمان ويمكن الراجل لما يشوف حالتك كده تصعبي عليه ما ياخدش منك الشلم. معقوله معقوله يا خالي هروح بمنظري ده؟ احسن عشان ما ياخدوش منك الشلم. يا سيد يا سيد يا حوت. الله يا سيد. اه يا بسبوسه. يلا بينا. استنى بس سيد انا عايز اتكلم معاكي كلمتين. خير يا سيد عايز تقول ايه؟ انت عايز اقول يعني خالك ده هيفضل مقرط علينا كده كتير في الفلوس؟ يا سيد خالي بيعمل المصلحه هو مقرط على ايده كده لانه خايف من بكره وبيعمل للمستقبل. طب مش آن الاوان بقى ان احنا نرتاح وكفايه السنين اللي عدت من عمرنا واحنا دايرين على كعوب رجلينا من شارع لشارع ومن حاره لحاره. ايه يعني عايزنا نقعد ونبطل شغل؟ اه وليه لا؟ احنا بقى معانا فلوس فلوس كتير ممكن نعمل مشروع وكفايه بقى مرمطه الشوارع. يا سلام. ليه؟ هو احنا نعرف شغلانه تانيه غير الكار اللي احنا فيه؟ انا بقى زهقت من الكار اللي احنا فيه ومش مستعد ان انا اشتغل فيه تاني. يا بسبوسه انا مستعد استنى معاكوا العمر كله في حاله واحده بس. ايوه عارفاها الحاله دي وحياه ابوك من هنا ورايح بلاش الموال ده. ليه بس يا بسبوسه؟ احنا طول عمرنا مع بعض في الشغل مع بعض في البيت مع بعض حتى اللقمة بناكلها مع بعض. يا سيد انا ما بنكرش انك طيب وابن حلال والف واحدة ممكن تتمناك بس انا بقى طول عمري بعتبرك زي اخويا. ما بلاش سيرة اخوك دي بتحرق دمي. الله ايه المهيصة دي؟ هو في احلى من الاخوات يا سيد؟ اه في ان انا بحلم ان احنا نكون في اوضة واحدة على فرشة واحدة ستر وغطى على بعض العمر كله بسبوس. كله اسمه ونصيب يا سيد. يعني في امل؟ ابقى بكذب عليك يا اخويا لو اديتك امل. يعني انت اللي في راسك مش هيتغير. سيد وحياة ابوك انا تعبانه وضرسي بيوجعني وعايزه الحق المستوصف هتيجي معايا ولا مش انا؟ لا توكل على الله انت. انا هروح مشوار صغير بعد كده هبعد عليك على المستوصف هاخدك ونروح. ونزل قبل مني يا سعاده البي وبعدها بشويه انا نزلت ورحت على المستوصف. بس اللي حصل ان هو ما راحلكيش وانت بعد ما خلصت المستوصف رجعت على هنا على طول مظبوط؟ ايوه يا سعاده البي. لما رجعت لقيت اللي حصل. بقول لك ايه يا ابو سيد؟ تحت امرك يا سعاده البي. انا بلغني ان خالك كان ايده ناشفه عليك شويه قوي يا سعاده البي كان بخيل بخيل قوي. مع انك انت بتشتغلي وبتلفي طول النهار من شارع لشارع ومن حاره لحاره يا سعاده البي لحد ما تهد وقع من طولي. طبعا كان حارمك من اللقمه الحلوه والهدمه النظيفه اللي تليق ببنت في سنك. اللقمه الحلوه والهدمه النظيفه ما كنتش بشوفهم الا في الحلم يا سعاده البي. ولما اصحى ملاقيش حاجه حواليا بس
تعمل ايه بقى يا سعاده البيه؟ كان معاوني من صغري على كده. طب وفلوس البيه اللي من حقك وعرقك اللي كان حارمك منهم ما فكرتيش انك تاخديهم؟ يا ما قلت له يا سعاده البيه بحبحها شويه بس هو بقى ما كانش بيوافق. طب ما حاولتيش تاخديهم من ورا؟ اسرقهم يعني؟ دول حقك. واخدهم ازاي بس يا سعاده البيه والبيانولا ما بتفرقهوش طول النهار؟ ده حتى يبقى لما كان بيجي بينام مفتاح البيانولا كان بيبقى في السديري بتاعه من جوه، يا بيتا لما بينام بينام وهو صاحي، يعني نص نومة زي ما كانت أكلته بالظبط نص بطن. اللي فهمته من كلامك أبو سينا أن سيد الحوت ده كان ميال ناحيتك شوية. أيوة سعادة البي سيد بيحبني ويتمنى يتجوزني بس أنا بقى مش ميالة له، يعني القلب وما يريد بقى يا سعادة البي. معاك حق. طب خالك كان عارف أن سيد بيحبك وعايز يتجوزك؟ أمال ليه؟ ده حتى سيد كلمه وطلب ايدي منه من شهرين فاتوا. وخالك كان رايه ايه؟ الراي رايك يا بوشبوش. يا دي النيله، رايي في ايه بس يا خالي؟ سيده زي اخويا. برضه هتقول زي اخوها، اشمعنى انا بس اللي زي اخوك؟ ايوه اخويا بقى يا سيد، وبعدين بصراحه انا ما بفكرش في الجواز منك، هو جواز بالعافيه يا جدعان؟ لا عمر الجواز ما كان بالعافيه، الجواز طول عمره بالتراضي. كلام جميل قوي، ده عين العقل فعلا. شوف يا سيد، ما كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. وانا عمري ما هكبر بوسينة على انها تتجوزني، بس انا بقى ليا طلب عندك عم امين. وماله؟ بس ان كان طلبك ده بعيد عن بوس قوله. لا هو بعيد عنها. وان كان كمان ده مؤاخذة يعني بعيد عن الانامونيا قوله. لا هو ده الفلوس. لا يبقى ليكش حاجة عندي، انا بديك مصروفك يوماتي، هتعوز ايه تاني غير كده؟ يا عم امين انا عايز حقي، تلت غلة السنين اللي فاتوا. يا ابني حبيبي موجود وانا شايلهولك. لا انا عايزه دلوقتي. دلوقتي؟ هتعمل بيه ايه؟ هاخده وارحل. ايه؟ ترحل وتسيبني؟ ده معقول انا اقدر استغنى عنك برضه يا سيد؟ وبعدين ترحل وتسيبني عشان بوسبوس الطعمه مش عايز تتجوزك؟ بصراحه انا ما بقاش ليا عايش معاكم. لا انت تقولش كده، يالا ده انت واحد من الفاموليا يالا. يا ده انت العكاز اللي بتكل عليه. وبعدين يعني وسينا لسه صغيره وقلبها اخضر لسه ما استواش، ومش يمكن ما تعوزوش النهارده تعوزوا بكره ولا ايه يا بوسبوس؟ سمعت الكلام اهي وما ردتش، والسكوت علامه الرضا يا طحش. يعني خالك نيمه ساعتها وانت سايرتيه عشان مصلحه الشغل يا سعاده البيه؟ اصل سيد الحوت ده اساسي في شغلانتنا وما نقدرش نستغنى عنه. وفضل هو بقى طول المده دي متعشم انه هتجوزك على الرغم ان انت كنت رافضاه. ايوه سعاده البيه. طب يا ابو سينا، ما دام الواد كان شريكي كده يعني، وانت زي ما بتقولي كان طيب وقلبه زي اللبن الحليب، ما اتجوزتوش ليه؟ اصل يا سعاده البيه يعني انا يوم ما اقول يا جواز ما يبقاش واحد زي سيد الحوت ده. امال يبقى مين ابو سينا؟ يعني يا سعاده البيه يبقى واحد متعلم ومتنور، ياخد بايدي كده ويرفعني لفوق، مش ياخد بايدي وينزلني سبع ارض. وانت يا سيد، انت مش كنت متفق مع ابو سينا انك انت تنزل معاها تروح المستوصف؟ ايه اللي خلاك تسيبها تروح لوحدها؟ ما روحش معاها ليه؟ بصراحه يا باشا انا اخدت بعضي وقلت اروح استقضى قرشين من عند واحد صاحبي، وقلت بعد ما استقضاهم ارجع لابو سينا على المستوصف، بس اتاخرت عليها. ايه اللي اخرك عليها؟ اللي حصل يا باشا. وصاحبك ده اسمه ايه وساكن فين؟ اسمه مدبولي وساكن نواحينا هنا. بيشتغل ايه صاحبك ده؟ بيشتغل ميكانيك عربيات، بس انا باشا لما رحت له الورشه قالوا لي مش موجود ومحدش يعرف هو راح فين. فاضطريت ان انا اقعد على القهوه استناه، ولما لقيته اتاخر خدت بعضي وطلعت على المستوصف عشان اقابل بسبوسه، ما لقيتهاش، فجيت على هنا فلقيت اللي حصل حصل. وتفتكر اللي حصل ده مين اللي يكون عمله يا سيد؟ ونعرف منين يا باشا لمؤاخذة؟ يعني مش جايز اللي عمل كده شخص كان على خلاف مع المجني عليه وكان عارف هو شايل فلوسه فين، فعشان كده قتله وسرق الفلوس؟ انت مش كان ليك في الفلوس ده يا سيد؟ هي يا باشا كان ليا فيها التلت. كان محوشهم لي معاه. وكنت دايما اقول له عم امين طلع المفتاح اللي في صدرك وافتح الخزنه اللي شايلها على كتفك، نبر على نفسنا وناكل لقمه نظيفه وناخد حقنا وحق تعبنا وشقانا، وهو ودن من طين وودن من عجين، كان دايما يقول لي شايلهم لمستقبلنا. مستقبلكم؟ ايوه، باعتبار يعني واحد من الفاميليا واني هتجوز بسبوسه. بس بسبوسه كانت دايما بترفضك يا سيد. مظبوط يا باشا، بس هو كان دايما بيطيب خاطري وبيعاومني وبيقول لي بسبوسه ليك وانت ليها. ده عشان ما تطالبش بحقك وتاخد فلوسك اللي معاه وتمشي. والفلوس راحت وخدها اللي عمل عملته، وبصراحه كده بقى يا باشا وعلى بلاطه مفيش غيره هو اللي عملها.
هو مين يا سيد؟ الواد التلميذ اللي اسمه سامح، ساكن معانا هنا في السطوح، واد فقران وعدمان وما يحتكمش على جنيه واحد، 100% هو اللي عمل كده. مش معنى سامح ده بالذات يعني اللي انت بتتهمه؟ لانه كان عارف ان البيانولا هي حصلت عم امين وانه شايل فيها فلوسنا وقافل عليها بمفتاحها اللي جوه صدره. طب وانت تعرف منين ان سامح ده كان عارف مكان الفلوس ومكان المفتاح؟ من مقصوفه الرقبه ابو سينا. اصل انا في يوم يا باشا كنت مقيل ساعه الظهريه كده، وبعدين سمعت صوت في السطوح، رحت قايم من فرشتي ورايح على الباب، فتحته بشويش واتصنط. وخالك راح فين دلوقتي؟ اصل الرق اتخرم راح يصلحه، احنا بقى قلنا ناخد اجازه. بس انتوا بتتعبوا قوي يا ابو سينا، واخر التعبكم ده ايه؟ مفيش من وراها حاجه. ازاي بقى؟ ده احنا بنكسب مكاسب ما بيكسبهاش اجدع كسيف في البلد دي كلها. يا سلام. مش باين عليكوا يعني؟ اصل خالي محبك علينا حبتين. بس بقى هو شايل لنا الفلوس دي، وقال لي يوم ما اتجوز هيديني نصيبي. والفلوس اللي خالك شايلها دي كتير يعني؟ كتير قوي، دول الافات. ياه، الافات؟ وانا ليا فيهم بقى تلتو. وخالك شايل الفلوس دي فين بقى؟ في البنك؟ ايوه، في البنك اللي على ظهره، شايلهم في البيانولا، والمفتاح معاه في السديري بتاعه. يا خبر ابيض، بقى خالك شايل الافات؟ ده انتوا اللي يشوفكوا كده يقولوا انكم مش لاقيين العيش الحال. ما انت مش فاهم، ده لزوم الشغل عشان نصعب على الناس والالمونيا ترخ علينا من كل جهه. ايه بقى الالمونيا دي؟ الالمونيا دي يعني الفلوس بلغه خالي. قال لي قول لي يا سي سامح، انت رحت البلد يا اخويا عشان تاخد الشهريه بتاعتك؟ رحت يا ابو سينا، ادوني نصها، اصل الاحوال عندهم مش ولا بد يعني في البلد. ادوني 15 جنيه وخلصوا بعد ما رجعت باسبوع. يا لهوي يا اخويا. لا خد، امسك دي، امسك امسك يا سي سامح. ايه ده يا ابو سينا؟ امسك بس دي 10 جنيه كنت مدكناها من ورا خالي في الشهر اللي فات ده، امسك بقى. لا يا ابو سينا، 10 جنيه ايه؟ الله، ونبي ما تكسف ايدي يا سي سامح، الله يخليك. يا ابو سينا، وحياه معزتي عندك لانت واخدها. هو في فرق بيننا يا سي سامح؟ ده انت بكره تبقى باشمهندس كبير كده قد الدنيا، وانا واللي احتكم عليه نبقى طوع ايدك. ماشي يا ابو سينا، انا هاخدهم منك، بس دول هعتبرهم سلف. سلف ده ايه يا اخويا؟ هو برضك في بين الاحباب حساب؟ ده انا الود ودي اخد كل الفلوس اللي مع خالي دي واديها لك عشان تبقى زين الشباب اللي في مدرستك دول كلهم. مدرسه ايه يا بنت؟ انا في كليه. انا عارفه يا اخويا في كليه ولا في مدرسه او عالم والسلام. توفي على الواحده. وسامح ده ساكن هنا من زمان؟ لا يا باشا، ده ساكن عندنا بقاله 15 اشهر بس. وتاريه هو اللي واكل عقل البيت ومخليها ما تشوفش اي حد في الدنيا دي تاني غيره. طبعا انت حصل لك فوران دم بعد اللي سمعته وشفته بينهم يومين. وكنت حتجنن يا باشا، بس ما كانش في ايدي حاجه اعملها، فاضطريت اكتم في نفسي واسكت كام يوم كده، لكن بعد كده ما قدرتش، فرحت منادي على خالها وقايل له. معقول الكلام اللي بيسمعه منك ده يا سيد؟ هو ده اللي شفته وسمعته عم امين. انا كنت كاتم في نفسي وساكت من زمان، بس بصراحه ما قدرتش استحمل اكتر من كده، كان لازم اقول لك. يقول لي يعني في جو بين بوسينا وبين الواد التلميذ المعشور ده؟ البيت واقع فيه قوي عم امين، اكمنه هيتخرج ويبقى مهندس. انا ما يهمنيش مهندس ولا مش مهندس، انا يهمني ازاي تدكي فلوس من ورانا من شقانا وتديها له ازاي؟ هو ده اللي حصل، البيل متعلم بيمد ايده وبياخد منها فلوس. خالي، مسا الخير يا خالي. مسا الخير يا خالي. عابر. ايه انت كنت فين يا بنت؟ ايه يا خالي، كنت بتمشى شويه. تتمشي؟ تمشي ده ايه؟ ما احنا اصلا تمشيه، ما احنا بنتمشى طول النهار لما نجليها في قفايا. جرى ايه يا خالي؟ كنت بفك عن نفسي. الله، فيها حاجه دي بقى؟ لا، هي دي ما فيهاش حاجه، بس اللي فيها وفيها بقى الكلام اللي سمعته من سيد دلوقتي. قولي يا بنت. ايه؟ سألت في حاجه بينك وبين الواد التلميذ المشهور ده اللي اسمه سامح؟ ها؟ سامح ده مين يا خالي؟ مش عارفه سامح مين؟ سامح التلميذ اللي بياخد مصروفه من اهله ومنك انت كمان يا حلوه. كلام ايه ده بقى اللي بتقوله يا سيد؟ ما تنكريش يا ابو سينا، انا سمعتكم وشفتكم وهو بيمد ايده وبياخد منك الفلوس اللي بتدكنيها من شقانا. اخص عليك يا سيد، ما كانش العشم بقت مين يعني؟ ما رضيتش اتجوزك تقوم تيجي لخالي وتلسن عليا بالكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني انا كداب؟ ايوه كداب، وستين كداب. اوعى تكون صدقته يا خالي، لحسن عليا النعمه، عليا النعمه اكون دلقته على روحي جاهز ولعته في نفسي. لا اوعى تعملي كده يا بنت وانا استغنى عنك، انا برضه قلت حتى الكلام ده مش معقول. يلا يلا حلو، يلا روحي انت، روحي انت بس. مين؟ صدقني يا عم امين، البنت دي عرعجيه، انا سمعتهم وشفتهم. انا مصدقك وعارف ان هي كدابه وبتنكر.
هم اللي سمعت كلامها وطلعتني انا بسواد الوش. ايوه افهمي مالها، عشان اخدها بالهداوه كده وراقبها اشوفها بدك القرش ده ازاي وتدي لمين. انت كل همك القرش، مش مهم اذا كانت على علاقه باللي اسمه سامح ده. لا يا هاد مهم، بس كل ما هنالك ان انا عاوز اراقبها واشوف القرش ده امنحها انها من تدكنه وفي الوقت نفسه ها ابعد عن الواد ده بطريقه تانية. يا ما نفسي امسك الواد ده واطبق في زماره رقبته. لا لا سيدة معروف، ده البنت تعمل في نفسها حاجة ولا تهرب ونقول يا ريت اللي جرى مكان. لا عندك حق عم أمين، وانت الهول مش قلت لك 100,000 مرة ان انت واحد من فاموليا وان موسينا ليك وانت ليها. ماشي عم أمين، خليني وراك اما نشوف اخرتها ايه. يعني خلاصة ده كله ان موسينا قالت لسامح انها لو تطول تاخد الفلوس اللي عند خالها كلها هتاخدها وتديها له، مش ده اللي حصل؟ هيا باشا. طب تفتكر ان موسينا ممكن تكون هي اللي ارتكبت الجريمة دي؟ حسين هي اللي قتلت خالها وسرقت الفلوس؟ لا طبعا يا باشا مش ممكن. ممكن عشان تاخد الفلوس تديها لسامح اللي بتحبه. ممكن تكون اتفقت مع سامح انهم ينفذوا الجريمه دي سوا. ايوه يا باشا، بس بوسينه كانت في المستوصف ولما رجعت لقت خالها مقتول. ما انت ما كنتش معاها يا سيد في المستوصف. الا مش جايز بعد ما راحت المستوصف رجعت على هنا لوحدها ونفذت الجريمه ورجعت على المستوصف تاني؟ لا يا باشا، حسين مش ممكن تعمل حاجه زي كده ابدا. يبقى ممكن تكون اتفقت مع سامح انه ينفذ الجريمه دي وانتوا مش موجودين. لا يا باشا حسين لا، انما سامح ممكن يكون هو اللي ينفذ الجريمه بعد ما طبخها كويس وعرف مكان الفلوس فين. طب ما انت كمان يا سيد كنت عارف مكان الفلوس. قصدك ايه يا باشا لمؤاخذه؟ مش جايز تكون انت اللي عملتها يا سيد؟ انا؟ لا يا باشا لا. انت كان المفروض تنزل مع حسين عشان تروح معاها المستوصف، بس انت اتحججت بانك انت عندك مشوار ونزلت قبلها. وقفت قدام البيت وراقبت كويس لغايه اما اتاكدت ان بوسينا نزلت وخرجت، وبعد شويه سامح كمان نزل وخرج، فكبست على الراجل فوق في السطوح وانت متاكد ان هو لوحده، عملت عملتك وخدت الفلوس ونزلت خبيتها في اي مكان ورجعت تاني. يا باشا الكلام ده ما حصلش، بقى معقول انا اعمل حاجه زي دي في الراجل اللي رباني؟ تعملها يا سيد ليه لا؟ خصوصا ان المجني عليه كان بيستغلك واكل حقك وكان معشمك انه هيجوزك بنت اخته اللي انت متاكد انها ما كانتش هتتجوزك لانها بتحب سامح. سامح اللي انت بتتهمه دلوقتي لان غيران منه يا سيد. لا يا بيه لا، انا لا سرقت ولا قتلت، اللي عمل كده سامح مفيش غيره. الهي نقطع لسانه البعيد. لا سامح ما يعملش عامله زي دي يا سعاده البيه، لا ابدا لا. اهدي اهدي بس، اقعدي اقعدي. وما يعملش عامله زي دي ليه بقى يا ابو سيد؟ سامح ده يا سعاده البيه متعلم ومتنور، مش وش يعني عامله زي دي. انا اللي بلغني يا ابو سيدنا ان انت كان في بينك وبين سامح جو، يعني شويه موده ومحبه كده من يوم ما جه سكن هنا فوق سطوح. يا سعاده البيه انا ما بنكرش ان في بيني وبينه حاجه، بس يعني اللي بيني وبينه يا سعاده البيه كل ادب واحترام وذوق وانسانيه. بتحبيه؟ ايوه يا سعاده البيه. وهو؟ وهو كمان كمثل. وايه اللي اكد لك ان هو كمان كمثل؟ كلامه يا سعاده البيه. معنى كده ان انتوا كنتوا بتتقابلوا؟ ايوه كنا بنسهر مع بعض يعني. كنتوا بتتقابلوا فين بقى ابو سيد؟ هنا على السطوح. مساء الخير يا سي سامح. يسعد مساك يا ابو سيد. اللي في ايدك ده حلو قوي يا بنت، يعني انت فاهمه حاجه؟ حلو كمان في ايدك يا سامح. طب ربنا يخليك يا ابو سينا. وليه بقى انت ايه اللي مسعرك لحد دلوقتي؟ مش جاييني نوم. هو مش جاي لك نوم ليه؟ من الفكر اللي شاغلني. وايه بقى اللي شاغلك؟ يعني مش عارف ايه اللي شاغلني يا سامح. لا مش عارف، قولي. يعني منك ومن ملوعتك. طيب ادام انت بقى مش عارف اروح انا بقى فرشتي جنب خالي واسيبك لمذاكرتك. يا بنت استني بس استني. تعالي اقعدي تعالي اقعدي اقعدي، ما تبقاش حمائيه كده. يعني انت عارف ايه اللي شاغلني؟ طبعا عارف، ما هو نفس اللي شاغلني ومخليني مش عارف انام طول الليل. انت سهران ويا مذاكرتك. صحيح، بس الحقيقه بقى يا ابو سينا اني في كل صفحه اقراها الاقي صورتك قدامي. الله والنبي يا حلاوة، يعني زي الست شادية ما بتقول في كل صفحة طوية ألاقي صورتك فيها. تمام كده يا أبو سيد. بس أنا كده بقى يا أخويا أكون بعت لك عن مذاكرتك. الله، يهمك مستقبلي يا أبو سيد؟ أمال يا سي سامح، ده أنا يهمني مستقبلك قوي،
ده منى عيني اني اشوفك باش مهندس كبير قوي قد الدنيا كده وتكون مخلص المدرسه دي. يا بت قلت لك اسمها كليه مش مدرسه. يوه كليه ولا مدرسه؟ ما هو كله علام والسلام. على رايك. سي سام. عيون سي سام. انت بتعزني يا اخويا زي ما بعزك. ما اسمهاش بتعزني، اسمها بتحبني. يوه انت فاهم بقى اكتر مني، يعني بتحبني زي ما بحبك. انت حاسه بايه؟ عايزه اسمعها منك. طبعا يا بوسينة طبعا بحبك. يا اخواتي مش قادره اصدق. معقوله انت بتقولها؟ بس يا خوفي لا يكون ده كله حلم واصحى منه على ما فيش. ليه يا بوسينة؟ ليه بتقولي كده؟ لان الفرق بيننا كبير قوي يا سي سامح. فرق ايه وكلام فاضي ايه؟ ما الحال من بعض يا بوسينة، كلنا اولاد تسعة وما فيش حد احسن من حد. بس انت هتبقى مهندس كبير قوي وانا انت ملاك طاهر يا بوسينة، وانا لو لفيت الدنيا دي كلها عمري ما هلاقي زيك مهما شفت ومهما قابلت. والنبي جد صحيح. ايه يا بوسينة انت مش مصدقاني ولا ايه؟ لا والله والنبي مصدقك والنعمه مصدقاك. بس اخر ده كله ايه يا سي سامح؟ الحب ملوش اخر يا بوسينة. يعني ممكن يجي اليوم اللي تتجوزني فيه وابقى بوسينة مرات البشمهندس الكبير. ويا ترى هو وافق وقالك ان هو هيتجوزك؟ وما يوافقش ليه يا سعادة البيه؟ يعني المفروض ان هو طالب في الجامعة وهيتخرج وهيبقى مهندس زراعة. ليه يا بيه وانا مش قد المقام؟ لا 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 مش القصد يا بوسينة. امال هو فين؟ انا مشفتوش لما جيت. اصلي سي سامح قال لي انه هينزل الليله دي يذاكر مع واحد صاحبه. خرج امتى بالظبط؟ يعني يا سعادة البيه انا كنت سايباه بيحضر الكتب بتاعته قبل ما اروح على المستوصف على طول، يعني كانت يجي لها كده الساعه 7. ولما انت نزلتي عشان تروحي المستوصف هو كان هنا لسه ما مشيش؟ ايوه سعادة البيه. طبعا انت مش عارفه هو مشي من هنا امتى بالظبط؟ لا يا سعادة البيه ما اعرفش. طب لما رجعتي من المستوصف واكتشفت الجريمه هو ما كانش موجود؟ لا يا سعادة البيه ما كانش لسه رجع. وانت كنت فين يا سالم لما الحكايه دي حصلت؟ انت مش بواب البيت ده؟ انا ما كنتش موجود يا باشا. انا رحت اجيب شويه طلبات للسكان وبعد ما جبتها لهم خرجت تاني اجيب لي نفسي لقمه كلها واتعشى بيها، وبعد ما رجعت يا دوب وصلت وبسينا بنت اخت المرحوم رجعت هي كمان من بره، حتى سالتني عنه وقلت لها ما اعرفش. ومين اللي ساكن هنا على السطوح تاني؟ الاوضه اللي هناك دي ساكن فيها شكري بيه. نعم شكري بيه. ايوه يا باشا جدع في حاله كده يعني، بس عامل زي الزيبق لحد بيشوفه هو طالع ولا هو نازل. وهو مش موجود دلوقتي. والأوضة دي مين اللي ساكن فيها؟ دي أوضة سامح التلميذ اللي من الأرياف. وأنا شفته الليلة وهو خارج بعد سيد وبسيد ما مشوا. ورجع يعني ولا مرجعش؟ أيوة باشا رجع وموجود دلوقتي في أوضته. دي أوضتك دي يا سامح مش كده؟ أيوة يا فندم. أنا بوسينة قالت لي إن أنت كنت موجود هنا لما هي نزلت عشان تروح المستوصف. مظبوط. وقالت إن أنت كنت بتحضر كتبك عشان نازل تذاكر أو حاجة زي كده. أيوة كنت حطيتهم في الشنطة دي وهنزل أذاكر عند واحد صاحبي. أنت نزلت بعد منها بقد إيه؟ بحوالي 10 دقايق، ولما رجعت دلوقتي لقيت المصيبه اللي حصلت دي. وذاكرت عند صاحبك ده كويس؟ الحقيقه يا فندم انا رحت له ما لقيتوش. يعني ما كنتش عنده؟ لا. ما كنت فين؟ رحت قعدت على الكورنيش شويه كده تحت عمود نور، قعدت اذاكر واقرا شويه وافكر شويه واشم شويه هواء، ولما زهقت من القعده دي رجعت. طبعا ما فيش حد ياكد الكلام اللي انت بتقوله ده. لا الحقيقه انا كنت قاعد لوحدي، يعني ما فيش حد اعرفه ولا يعرفني كان قاعد معايا في الوقت ده. قول لي يا سامح. تحت امر حضرتك. انت مش معايا في ان اللي ارتكب الجريمه دي شخص ما هواش غريب عن المجني عليه، شخص يعرفه كويس وكان عارف ان هو مخبي فلوسه جوه البيانولا عشان كده قتل وسرق الفلوس، مش كده ولا ايه؟ حضرتك تقصد يعني ان القاتل قتله عشان الفلوس دي؟ اكيد طبعا يا سامح. طب ما هي بوسينة كانت عارفه مكان الفلوس، وسيد كمان نفس الحكايه. وانت كمان عارف؟ ايوه يا فندم، وشكري كمان عارف. شكري مين؟ شكري ده اللي ساكن معاكوا هنا على السطوح؟ ايوه، ده راجل تصرفاته غريبه ومش طبيعي ابدا، محدش كان بيعرف هو بينزل امتى ولا بيروح فين ولا بيجي منين. كان بيدخل ويخرج كده من غير اي سلام ولا كلام مع اي حد. المره الوحيده اللي شفته بيتكلم فيها كان بيتكلم مع عم امين الله يرحمه بره على السطوح، انا كنت بذاكر وسمعتهم وهم بيتكلموا. ايه ده بقى شكري بيه الانزوح بحاله يتنازل ويجي يتكلم على عبد الله الغلبان؟ اسمع يا امين انا مش عايز تريقه، انا جاي اتكلم معاك كلمتين ولمصلحتك. امال اخويا خير ان شاء الله. ايه رايك يا امين نبقى شركه انا وانت؟ شركه؟ حلو قوي. شركه في ايه بقى ان شاء الله؟ هتسرح ورانا بالبيانولا ولا هتعمل ايه؟ طيب عايز افهم، انا هتمشي على الحبل ولا هتدق على الرقبه؟
حبل ايه ورقي ايه يا متخلف انت؟ ايوه بس امال يعني هتشغل ايه؟ فهمني في الشغل اللي بشتغله. انت براس المال ولا بمجهودي؟ مجهودك اي يعني مجهودك بلا قفلي هتعمل ايه؟ هلعب. هتلعب؟ ايوه هلعب على واسع قوي. هلعب بريتش، كونكان، بكرة، بوكر. امال يعني؟ هو ده بالظبط. انا هاخد منك الفلوس العب بيها، وبعد كده الفلوس ترجع لك تاني والمكسب بالنص. هي دي شغلتك بقى امارتي بتاع عمار يا ابن الاكابر، وعامل لي فيها بيه. انا بيه غصب عنك يا متخلف. بقول لك ايه، خلصني، هتدخل معايا شركه ولا لا؟ ايوه قبل ما نخش في الموضوع ده فهمني، ابدا اقول لي انت عرفت منين يعني ولا مؤاخذه ان انا عندي فلوس؟ سؤال جميل. عرفت من ورا شباك اوضتك. ورا شباك قلت ازاي؟ شفتهم بالأمارة بعد ما طبطبت عليهم رزم وبعد كده رجعتهم في مكانهم تاني وقفلت عليهم بالمفتاح اللي جوه السديري بتاعك ده. اوعى ايدك، ده انت اتابك مش أمارتي وبس، ده انت جاسوسي كمان. جاسوسي ايه يا راجع انت يا متخلف؟ ايوه ما هو اللي يبص على الناس ويتسمى عليهم وتصنط عليهم من غير ما يعرفوا يبقى جاسوسي. بقولك ايه يا امين، انا مش عايز هنطشه تضيع وقت، خلينا في المهم، هتدخل معايا شركه ولا لا؟ اريحك وريح دماغك يا عم. يا ريت. لا يا امين، القمار كله مكسب. لا يا حبيبي، كمان فلوسه حرام، وانا ما اقبلش اشتغل الا في مشاريع حلال. متخلف، عموما الحق مش عليك، الحق عليا انا اللي اتنزلت واتكلمت مع واحد زيك. انت اللي زيك حشرات والمفروض ما يكونوش عايشين. حشرات؟ انا حشرات يا دي الفار يا بتاع القمار؟ ايوه حشرات، لان الفلوس اللي معاك ومع اللي زيك بالرزم، وانتوا اساسا ما تسووش بصله ولا فجله. بقولك ايه، لما نفسي احسن عليا النعمه اخدك يد في وشك اخلي قفاك مطرح وشك. الله الله الله، ما تروق امال يا عم امين. ما تشوف الجعير ده بيقول ايه، بيقول علينا حشرات. ايوه حشرات. ايه يا عم شكري، ما يصحش كده. ايه ده مين ده؟ انت زي ولا بتتجرأ وتحط ايدك على كتف اليمين؟ نزل ايدك يا حشره، اخصى على الفلوس اللي مع الحشرات، اخصى على الزمن اخص. يعني تفتكر ان شكري ده ممكن يكون هو اللي ارتكب الجريمه دي؟ يا فندم ده راجل امارتي وصاحب مزاج ومش بعيد يعملها. جايز برضه. بالمناسبه يا سامح، سالم البواب قال انه شافك وانت خارج من البيت بعد السيد وبوسينه ما نزلوا ومشوا، مظبوط؟ مظبوط، انا حتى وقفت واتكلمت معاه شويه. الكلام ده كان الساعه كام؟ الحقيقه يا فندم مش فاكر بالظبط، لكن تقريبا كانت حوالي 7:30. وسالم هو كمان مشي عشان يشتري طلبات، فيا ترى انت بقى مشيت على طول عشان تذاكر عند صاحبك، ولا تكون نسيت مثلا حاجه هنا في اوضتك ورجعت تاني عشان تاخدها؟ لا يا فندم، انا ما نسيتش حاجه، مشيت على طول. متاكد يا سامح؟ طبعا يا فندم متاكد. هو حضرتك متصور اني رجعت تاني وقتلت عم امين؟ احتمال، واحتمال كمان تكون قتلته قبل ما تنزل. لا طبعا، مش معقول انا اعمل حاجه زي دي. مش معقول ليه؟ عشان يعني عم امين ده يبقى خال عروستك اللي كنت هتجوزها. عروستي؟ عروستك بوسينه. انت مش برضو ناوي تتجوزها؟ لا طبعا يا فندم، بوسينه دي ايه؟ هو انا معقول برضو اتجوزها؟ انا برضو قلت مش معقول. انت صحيح راجل من اسره ريفيه وعلى قد حالك، بس مش ممكن تتجوز بوسينه دي؟ بوسينه اللي بتبلع الجاز وتنفخ النار وبتعمل حاجات غريبه. انت راجل جامعي وبعد شويه هتتخرج وتبقى مهندس زراعي قد الدنيا. مظبوط يا فندم، كلام حضرتك مظبوط. امال ليه كنت بتعشمها بالجواز يا سامح؟ انا ما عشمتهاش بالجواز، هي اللي كانت لازقه لي، فانا كنتش عايز اكسر بخاطرها وكنت واخدها على قد عقلها. تاخدها على قد عقلها ولا عايز تقلبها وتاخد فلوسها؟ انا ما خدتش منها حاجه. لا كنت بتاخد منها فلوس يا سامح؟ حتى يا فندم لو ده حصل ده كان على سبيل السلف يعني. بس هي ما كانتش بتدي لك على سبيل السلف، كانت بتدي لك على سبيل الحب. هي كانت بتعشمها ان انت هتتجوزها، ويوم ما تبقى مراتك فلوسها هتبقى فلوسك، فلوسها اللي شايلها عند خالها اللي في البيانولا، اللي انت عارف مكانها كويس يا سامح. يا فندم صحيح، انا كنت عارف ان الفلوس في البيانولا، بس انا مالي اذا كان عم امين اتقتل بسببهم ولا لاي سبب تاني؟ انا مالي انا ومال حاجه زي دي؟ انا ما سرقتوش وما قتلتوش، انا ما عملتش حاجه. رضا قمر يا فندم. تعال انزل على تحت واعمل اللي قلت لك عليه بسرعه. تمام يا فندم. يلا يا اخ. انت يا حضرت يا استاذ يا اخ، لا حول ولا قوه الا بالله. ده ايه ده، مجنون ده ولا ايه؟ ايه يا صلاح مالك في ايه؟ مفيش يا باشا، واحد دخل من بره وخد في وشه كده ودخل على الاوضه، انده عليه ما بيردش. مين ده؟ ما هو ده بقى شكري بيه يا سعاده الباشا اللي ساكن في الاوضه دي. وده مالي، ده اطرش ما بيسمعش. لا هو مش اطرش ولا حاجه، بس هو بقى ما بيحبش يرد على اي حد. يا سلام. تعالى بس اهدى يا صلاح، تعالى نشوف الحكايه. اتفضل يا سعاده الباشا. مين اللي بيخبط؟ افتح الباب. حضرتك مين؟ افتح يا ابني مباحث. مباحث عايز ايه؟ افتح، عايزين نتكلم معاك. هتفتح ولا هنكسر الباب؟ خلاص ثواني.
نعم، اي خدمه؟ بقول لك عايزين نتكلم معاك. اتكلم معايا بخصوص ايه؟ افتح الباب. طيب حضرتك اللي كنت بتخبط؟ ايوه انا اللي كنت بخبط، يعني سمعتني؟ ايوه سمعت، بس ما احبش حد يخش اوضتي. يعني ايه يخش اوضتي؟ افتح الباب. ما حدش يخش اوضتي حضرتك. افتح الباب. خش يلا. خش. ايه في ايه؟ اللي ايه في ايه؟ عمالين مخبط عليك بقول لك افتح، مش عايز افتح ليه؟ انا اسف جدا، انا اسف اني ما ردتش على حضرتك، بحسبك اي حد. اي حد زي مين يعني؟ اي حد من على السطوح، انا ما بعبرش اي حد من على السطوح، دول كلهم حشرات لمامه ومش من مستواي. وايه اللي خلاك تسكن مع الحشرات اللمامه اللي مش من مستواك دول؟ انا؟ ايوه انت. الظروف. الظروف هي اللي حطتني وسطيهم. حضرتك شايف الاوضه الحقيره القذره دي؟ دي للنوم مش اكتر. وحضرتك بقى بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه انت. انا حاليا ما بشتغلش. امال بتاكل منين؟ انا اكل اللي على نفسي، اي حاجه اكلها. طبعا يا صلاح، واضح انه عايش على القمار. القمار؟ ايوه القمار. انت مش بتلعب قمار ولا انا غلطان؟ انا؟ ايوه انت. انا بلعب قمار للتسالي. انت كذاب. انا؟ ايوه كذاب. انت قمارتي وقمارتي قراري كمان. يا حضره الضابط، يا حضره الضابط، اذا كنت بلعب قمار ده علشان اعيش، لان عندي كرامه وما احبش امد ايدي لاي حد من معارفي. انا كنت ابن ناس، انا كنت ابن ناس قوي قوي، لولا الزمان ضحضحني وجاب مناخير الارض. وده ليه؟ لان الزمن ملوش امان، لا بيخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. المهم، طيب قول لي بقى، انت كانت ايه علاقتك بالمجني عليه؟ انا؟ ايوه انت. المجني عليه مين؟ المجني عليه امين بتاع البيانولا. ايه ده؟ هو اتقتل؟ ايوه اتقتل. امال احنا هنا ليه؟ دي اخرته، حشره زيه كان لازم يتقتل من زمان. واللي قتل وسرق فلوسه؟ فلوسه اللي كانت في البيانولا وقافل عليها بالمفتاح وشايل المفتاح في صدره. الله ينور عليك، ما انت عارف طريقها اهو. ايوه، فلوسه اللي انت كنت عايز تاخدها منه عشان تلعب له بيها قمار. انا؟ ايوه انت. دي غلطه غلطه غلطه، وندمان عليها اني نزلت كرامتي مع حشره زي ده. لكن يلا، اهو راح ومات والفلوس راحت لغيره. طب تفتكر بقى مين غيره ده اللي الفلوس راحت له؟ معرفش. اكيد واحد كان عارف طريق الفلوس فين. تمام، واحد كان عارف مكان الفلوس فين فقتله وسرقها. وانت يا شكري كنت عارف مكان الفلوس فين؟ انا؟ ايوه انت. يا فندم، يا فندم، قصدك تقول ان انا اللي قتلت وسرقت الفلوس؟ جايز، كل شيء جايز يا شكري، قصدي يا شكري بيه. لا يا حضرة الضابط، مش انا الواحد اللي كنت عارف مكان الفلوس، في كتير كانوا عارفين مكانها. قصدك سيد الحوت وبوسينه بنت اخته والولد التلميذ بتاع كليه الزراعه اللي كان عامل فيها روميو مع البت مهدوم وسخه ومرقعه، وسالم البواب كمان كان عارف مكان الفلوس. سالم البواب؟ ايوه، كان عارف مكان الفلوس في البيانولا. وايه اللي خلاك بتاكد قوي ان سالم البواب كان عارف مكان الفلوس فين؟ انا؟ ايوه انت. خليك واقف. هقول لحضرتك، هقول لحضرتك، انا من يومين كنت نايم في اوضتي والدنيا حر ولعه، قلت افتح باب الاوضه عشان يجيب لي شويه هوا، سمعت امين وسالم البواب وهم بيتكلموا وبيتخانقوا. وسيد الحوت وبوسينه بنت اخته كانوا موجودين؟ لا، البت ام هدوم وسخه ومرقعه دي ما كانتش موجوده، ما اعرفش راحت فين. اما التاني ده اللي اسمه سيد كان نايم في اوضته زي الفيل وفاتح باب الاوضه. اما الواد التلميذ ما كانش موجود، الظاهر كان معاه رندفو مع البت ام هدوم وسخه ومرقعه. تمام يا حضره الضابط. المهم، المجني عليه وسالم البواب كانوا بيتكلموا في ايه وبيتخانقوا ليه؟ انا هقول لحضرتك على اللي شفته وسمعته بالظبط. حلو، ادام طلعت برجليك لغايه هنا يا سالم اكيد عندك اخبار. حلو، تعال تعال. والله الاخبار تغم وتسد النفس يا عم امين. جينا بقى للاسطوانه بتاعت كل يوم. ما الاسطوانه اياها دي لازم تلقال كل يوم يا عم امين، عشان الحال لسه على حاله، والنهارده زي امبارح وزي اول. الله الله الله، بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بكل الكلام اللي انت بتقوله ده. انت فاكر يوم ما خدت مني ال 3000 جنيه من شهرين قلت لي ايه؟ ايوه فاكر يا عم امين. ايوه قلت لي ايه؟ قلت لك انك هتكون شريكي في الكشك اللي هستلمه من المحافظه. حلو الكلام ده، وانا اديتك ال 3000 جنيه وكتبتك وصل امانه بيهم. والوصل ده هو اللي انت خانقني بيه يا عم امين. انا ما خنقتكش، انت اللي خنقت نفسك. تقدر تقول لي الكشك اللي قلت لي عليه فين؟ ما انا قلت لك. وانا ما كلتش بكلامك يا حبيبي، انت عاوز اصدق يعني ان ال 3000 جنيه بتوعي على ال 3000 جنيه بتوعك طابوا كده في الهوا؟ ما هو ده اللي حصل يا عم امين، الراجل اللي خدهم وعشمني بالكشك طلع نصاب ومش موظف في المحافظه ولا حاجه، خد فلوسي وفلوسك وضحك عليا وطفش والارض انشقت وبلعته. وانا ماليش دعوه، انت لما خدت ال 3000 مني قلت لي ان احنا هنبتدي الشغل بعد شهر، يعني انا ليه عندك دلوقتي 10 جنيه عن كل يوم شغل ربح، يبقى ليه 300 جنيه فوق ال 3000 جنيه. منين؟ هو كان الكشك اتعمل ولا اشتغل؟ انا ماليش دعوه يا حبيبي، احنا اتفقنا. ولعلمك انا هعد عليك كل يوم من هنا ورايا 10 جنيه فوق الفلوس بتاعتي. وانا ما عنديش. ما عندكش؟ خلاص يا سيدي، اقعدي على الله في المكسب. والتلات تلاف جنيه ما معيش، ما حلتيش. ما حلتكش؟ طب خلاص بقى،
انا حيلتي بقى هنا معايا الوصل، وصل الامانه موجود هنا في الدرج ده، هطلعه واول واحد هطلع عليه وكيل النيابه. والوصل ده على جتتي يا امين ولازم هاخده. تاخده ازاي؟ هتاخده بالعافيه ولا ايه؟ ايوه بالعافيه اهو. اوعى 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 بقول لك اوعى 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 حرامي تاخد مفتاح حرامي يا نصاب يا ولطجي. انا نصاب يا راجل يا ايحة يلي على قلبك قد كده بتكمل بيت عشان نوب. ايوه انا ايحة مش نصاب وحرامي زيك. اتفضل امشي من هنا، امشي لحخرب بيتك وحوريك شغلك ازاي. عموما عشرين موجود ويمكن يطب عليك وشغله معاك يبقى اسرع من شغلك اللي هتوريهولي. امشي جار من هنا يا نصابي حرامي يا انطجي. حشرات وقعوا مع بعض. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام خطير قوي يا شكري. انت كده بتوجه الاتهام ناحيه سالم البواب وبس، انما انت ما انتش بعيد عن دائره الشبهات. انا؟ ايوه انت. انت راجل امارتي والامار طبعا خلاك مديون لشوشتك، وده اللي خلاك تقتل المجني عليه وتسرق فلوسه اللي انت عارف مكانها كويس قوي. لا يا حضره الضابط، انا صحيح امرتي وبعترف قدام حضرتك ان انا مديون حتى النخاع، لكن انا ما قتلتوش وانا مش حرامي. هقتل مين واسرق مين؟ حشره من الحشرات؟ لا يا حضره الضابط، حضرتك غلطان. الفلوس اللي انت سرقتها فين يا شكري؟ ايه ده حضرات يا حضرات، انا راجل محترم بس الزمن دحضحني وجاب مناخير الارض. الفلوس فين يا شكري؟ يا فندم بقول لحضرتك انا بريء، انا ما قتلتوش، انت بتظلمني، انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. وانت ايه رايك في الكلام ده يا سالم؟ يا باشا سعادتك بتتهمني بتهمه باطله لمؤاخذه سعاده الباشا، انا اللي قتلت عم امين ولا سرقت فلوسه. ايوه بس انت كنت مديون له ب 3000 جنيه يا سالم. ايوه يا باشا، ده علشان كنا هنشترك مع بعض في الكشك، ومنه لله بقى النصاب اللي ضحك عليا ولهف مني الجلد والساقط وزاغ. مين النصاب ده اللي ضحك عليك ولهف منك الجلد والساقط؟ اقول لك يا سعاده الباشا. يا سالم لازم تعرف ان انا موظف مهم جدا في وزاره مهمه جدا. فعلي وزاره عدم المؤاخذه شريف بيه. يا سالم لازم تعرف ان هي وزاره مهمه وبس، دي اسرار عليا. انت مجنون يا جدع انت. طب انا لو طلبت من سعادتك خدمه ممكن تعملها لي؟ انت بالذات تطلب عليا، انا حبيتك، انت ابن حلال. كتر الف خيرك يا شريف بيه. ها وايه الخدمه بقى اللي انت عايزها؟ هي الحقيقه خدمه من جهه المحافظه. وعايز ايه من جهه المحافظه؟ عايز كشك بس يكون هنا في المنطقه. دي بسيطه قوي، انا من بكره ان شاء الله هروح ادفع لك الرسوم واقدم لك الاوراق المطلوبه، وانت من ناحيتك عليك تجهز لي 6000 جنيه. ال6000 جنيه دول رسوم الكشك واللازم منه. مفهوم مفهوم، وانا باذن الله ربنا يقدرني وادبر لك المبلغ ويكونوا في سعادتك. وانت جهزت المبلغ 3000 جنيه منك و3000 جنيه من المجني عليه علشان يخش معاك شريك. ايوه يا سعاده الباشا، واتضح بقى ان شريف بيه ده لا هو بيه ولا يحزنوني، بعد ما خد مني الفلوس ساب الشقه وطفش، طلع نصاب يا باشا. اه وراحت فلوسك وفلوس المجني عليه. ايوه يا باشا. والمجني عليه بدا يهددك بوصل الامانه اللي هو كاتبه عليه. حصل يا باشا. وصل الامانه ده كان في درج البيانولا اللي هو شايل فيه الفلوس، فانت بقى انتهزت الفرصه لما عرفت ان هو في السطوح لوحده وطلعت له وعملت عملتك. لا الكلام ده ما حصلش يا باشا. لا حصل يا سالم، زي ما حصل قبل كده وشكري شافك لما حاولت تفتح البيانولا بالعافيه. بس هي ما انفتحتش يا باشا. ليه؟ انت ما كنتش تعرف هو بيشيل مفتاح البيانولا فين؟ وانا كنت اعرف منين يا سعاده الباشا؟ وبعدين شكري ده اللي بيرمي التهم عليا، ده راجل مخه لاسع وبيهرهط في الكلام، ما يمكن شكري ده يا باشا هو اللي عملها بعد سيد وسيدة ما مشوا. ايوه بس شكري ده ما كانش موجود ساعتها، ولما رجع كنا احنا موجودين. ما انا قلت لك يا سعاده الباشا قبل كده ان شكري ده زي الزيبق، لا حد بيشوفه هو طالع ولا هو نازل. معنى كلامك ده يا سالم انك ما انتش قادر تاكد اذا كان شكري موجود ساعتها ولا لا. جايز يا باشا اكون مش متاكد من كده، بس بقى اللي انا متاكد منه ان سامح التلميذ كان موجود لما عم امين كان هنا لوحده، وانا قابلته تحت وهو نازل وخارج بعد سيد وبسينة ما مشوا بشويه. ما هو كان رايح يذاكر عند واحد صاحبه. ما هو ده برضو اللي قاله لي يا باشا، بس انا بقى لاحظت انه كان شايل شنطه بلاستيك في ايده وهو نازل. ما هي دي الشنطه اللي كان حاطط فيها كتب. ويا عالم ايه اللي كان فيها مع الكتب؟ تقصد ايه يا سالم؟ اللي اقصده يا باشا اني ما استبعدش ابدا ان سامح ده كان حاطط في الشنطه دي ال 50000 جنيه اللي سرقهم من البيانولا بتاعه المرحوم بعد ما قتله، وعلى بال بقى ما خرج ورجع كان خباهم في اي مطرح او عند اي حد من صحابه. مش جاهز يا باشا يكون ده هو اللي حصل ولا انا غلطان؟ جايز، كل شيء جايز. ايه يا محمود بيه؟ النهارده طلع علينا وسعادتك خلاص استجوبت كل المشتبه فيهم، ولا في حاجه تانية سعادتك عايز تشوفها وتتاكد منها؟ لا خلاص يا صلاح، انا عرفت كل اللي عايز اعرفه، بس بقول لك ايه، امر سعاده الباشا
في تصورك يعني الجريمه دي ممكن تكون تمت ازاي؟ هل الجاني سرق الفلوس الاول وبعد كده قتل المجني عليه، ولا قتل المجني عليه الاول وبعد كده كسر البيانولا وسرق الفلوس اللي فيها؟ انا مع الاحتمال التاني يا سعاده الباشا، ان الجاني فاجئ المجني عليه وطعنه ولما اتاكد من موته كسر البيانولا وسرق اللي فيها. طب ايه اللي خلاك بتاكد الاحتمال التاني ده؟ المعلومات اللي عرفناها عن المجني عليه انه ما كانش بيخلي البيانولا تفرقه لحظه واحده عشان ما حدش يجي من وراه ويكسرها ويسرق اللي فيها. برافو عليك، انا مع الاحتمال ده برضو، الجاني فاجئ المجني عليه وهو لوحده في الاوضه، قتله وبعد كده كسر البيانولا وسرق الفلوس اللي فيها. ايوه يا فندم، بس كل المشتبه فيهم كانوا عارفين ان المجني عليه شايل تحويشه العمر في البيانولا. ايوه انا معاك، كلهم كانوا عارفين، بس واحد منهم بس هو اللي عامل العمله دي. هو مين يا فندم؟ انا عرفته صلاح. عرفته طبعا، واقدر اقول لك دلوقتي مين هو الجاني.